بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله عما نوال كل كائناته. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا، اللهم اجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة وفيما بينهما، آمين يا عظيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ؟ أو مش هذه من الآيات اللي اخترتها في هذه المناسبة، خد بالكم. يومئذ هذاك الجمع، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، بمعنى ولا تسلاس كفران بالله وبرسول الله ومعصيته لإغاظته لحربه لإيذائه تغلبوا. فاش تغلبوا؟ هو رسالته علية ربانية، ودي رسالة شيطانية دونية. شو تغلب؟ وكيف إذا جئنا على شاه محمد عليه السلام، عليه رضوان الله، عمر محمد عليه السلام، عمر ما نتغلبوا في دار الأمر. ترامب في باله كوا دمر الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية مش هذيك برك، الدولة هي عالمية، وربي ردنا عملها باش تكون ربانية، ربانية وكونية وأبدية. ولذا أنت قاعد تخرف وتجري وراء سراب لا يمكن أن يكون حقيقة، يا كلب يا متغطرس اللي ما تحياش قطر لونك. يا ربي ينجم يردوا بالذب اللي تاكل فيه، سواء كان معنويا ولا حقيقيا، الذب اللي تاكل فيه على حساب الأمم المغفلة المستضعفة عن طريق أمراء أو ملوك ورؤساء اللي في قبضة يدك. كلب يجم يشوك ويحطك منا في أسوأ أحوال الجلد فقط. أما باش ندخلوا عاد العضلات والجليكوجين والعظام وما الحشاك وذا، بالله لم يمرك عيشتك من كل شيء، بل على كل مستوى جهازك الهضمي وجهازك التناسلي وكله يدخل فيهم وحدة برك، بيلوش برك. ولا خلية مسرطنة ترى العجب، ولا تلقى من يخرجك من الورطة اللي انت فيها، لأن المسألة وصلت من الكثافة ومن التعقيد ما لا يمكن لأي طبيب أن يدخل على جزء بسيط من حقيقة إيذائك من طرف الرحمن. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ابعث لإسرائيل الطاغية المتمردة، ابعث الكلاب الكرب خاصة لسعود، ابعث ما شئت لكن بمقابل مال. وتلعبوا بينا المال له، مش باش يبقى لك اللي كنت كتمشي حولك ويسلك من قلبك حب حتى نفسك، لأنك عبدت المال دون الرحمن. واشربوا في قلوبهم العجل، تاخذ المال وترجعوا لسيادك بني صهيون، تاخذ مع الكرب ترجعوا بعد رغم أنفك، وقت يدخلوا على بنوككم في كل مكان مبثوثة، ونسلوا البعض اللي قدرنا ربي باش يخرجوا من أموالنا اللي طال الزمن في نهبها. جايكم البلاء اللي ما كانوش على بال، اليوم تعربدوا وغدا تندبوا حظكم وتقولوا يا ويلنا وين وهيلاس اريانو باس، اكل اللي يجيب بعد الاوان، ما لا مين نجيكش من الظلام، ظلام اخراك في الدنيا، وظلام اثناء حياتك البرزخيه، وظلام جهنم وبئس المصير. نسال الله السلامه في كل حين.